بسم الله. السلام عليكم. قبل ما نبدأ الدرس الثامن لحرف الخاء، نراجعوا ان شاء الله الحروف اللي قدمتها. شوفوا حرف الباء، با با بن، بو بو بن، بي بي بين، ب. الآن حرف التاء مختلفة فيها، هذه حرف الباء نقطة لتحت، حرف التاء جوج نقط لفوق. تا تا تن، تو تو تن، تي تي تين، ت. أن حرف الميم، ما ما من، مو مو من، مي مي من، م. الآن حرف الكاف، كا كا كان، كو كون، كي كي كين، ك. الآن حرف اللام، لا لا لن، لو لو لن، لي لي لين، ل. حرف الحاء، ح ح حن، حو حو حن، حي حي حين، ح. الآن حرف السين، س س سن، سو سو سن، سي سي سين، س. شوف حرف الشين الآن مختلفة بيناتهم غير بثلاثة نقطات الفوق، مكتبة نصها مع حرف السين، هي الأخير اللي شفناها. شا شا شن، شو شو شن، شي شي شين، ش. الآن إن شاء الله نقدموا حرف الدرس الثامن لحرف الخاء. راه ولا بد المراجعة نتاع اللوحة القرائية باش الإنسان تيتبت المسائل اللي شافها. الدرس الثامن لحرف الخاء، إذا عندنا حرف الخاء مثلو مثل كيف الحرف الحاء، إذا
نفس حرف الحاء هاك، إلا أن حرف الخاء في النقطة الفوق. إذن هذه خ، خ، خو بالضمة، ومن بعد حرف الخاء تحتها كسرة قرا خي، خ، خو، خي. خا، إذن خا فتحة، خا فتحة، نمدوها بالألف تتقرأ خا، خا، خا. إذن فوقها الضمة خو، نفسها خو مختلفة عليها بالواو، خو، تنسوا تطولوها. خي، خي مختلفة بها بالياء، ضفنا لها الياء قريناها خي. إذن الآن تنوين، اختلاف التنوين، إذن نقطة جوج فتحات، خا، خا، خان، خا، خا، خان. هنا خو، خو، خون. الآن خي، خي، جوج كسرات، خين، خين. نعود نقرأ، خا، خو، خي، خا، خو، خي، خن، خون، خين. نديرو عمودية، خا، خا، خن، خو، خو، خن، خي، خي، خن. عودوها، خا، خا، خن، خو، خو، خن، خي، خي، خن. ناخدو هذاك اللوحة القرائية ديالنا ونكتبو فيها هذاك الحروف، نتاع حرف الخاء. إذن هذه خا نضيفها لها مع الألف، خا مع تنوين خان، خو، خو، خن، خي، خي، خن. وهنا درنا ليها السكون، قرأها خ،
نقراوها خ، نعودو خ خ خن، خو خو خن، خي خي خين، خ. إذن من هذه اللوحة القرائية، من هذه الحرفات يمكن لنا نكونوا كلمات. كلمات مثلا نديرو خابة، خا، ونجمعها مع حرف الباء با، خا خا با، كتبوها. خا با، نديرو كلمة أخرى مثلا خا حرف الميم، خامون. إذن هيا خامون، شي حاجة خام أولي، خامون. خامون، ديرو كلمة أخرى خال، الأخ نتاع الأم ديالك تقولو خال أو لا خالة، الخال اللي تيكون بصمة في الوجه، ولا خال. نشوفو خا اللي فيها المد، خا وحرف اللام لون. إذن جوج حرفات يعطيونا كلمة أخرى جديدة، يا خالون. خا لون، شوفوا كلمة أخرى مثلا ناخدو حرف الراء، إذن ما كاينش حرف الراء باقي ما درناش، مثلا راكبون نديرو خليل، خ خ خ وحرف اللام خلي، هادي لي وهادي لي، غير هنا كاينين جوج لي، لي في وسط الكلمة ولي في آخر الكلمة، هادي مكتوبة في آخر الكلمة، ديال خلي ولن، خلي خا نا خا لي لن، خليل هو الصديق. إذا نكتبوها هنا خلي لن، خليل هو صديق، خليلي صديقي خليل. نشوفو كلمة أخرى مثلا خ خل، خل خ حرف اللام، خ لن، انتي ديرلها الشدة، شدة باش تنبركو عليها. إذا نزيدوها نضيفو لها خلن، خلن. كاينة هي من هاد الحرفات نتاع الخاء، أنا خو خن، خو خن، الخوخ هو فاكهة، خو خن. عندي معانا خوخن،
نقراو هاد الكلمات ليه. كتبناهم: خاب، خاب، خام، خام، خال، خال، خليل، خليل، خل، خل، خوخ، خوخ. نعود قراءة من جديد الحروف كاملين: خ، خا، خن، خو، خو، خن، خي، خي، خين. ثاني من جهة أخرى: خ، خو، خي، خا، خو، خي، خن، خن، خين. الكلمات: خاب، خاب، خام، خال، خليل، خل، خوخ. حتى ان شاء الله الدرس المقبل عادي يكون في حرف الجيم، باش يكون تماشيا يعني مع حرف الحاء والخاء والجيم، عادي يكونوا نفس هي الحاء والخاء فيها النقطة الفوق، والجيم عادي تكون فيها النقطة التحت، تيكونوا مكتوبين نفس الشيء، النقطة اللي تتختلف. ان شاء الله حتى الحصة المقبلة. الآن السلام عليكم، اللهم تعالى يفتح في سيرتنا.